الفاصل يستمر إذن حفلنا الكريم مشاهدينا في كل مكان. شوط الختام ينطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة هذه اللحظة لتستمر الانطلاقات والمنافسات والتحديات. نبارك للجميع هذا الفوز والانتصار، وشوط الختام يبدأ مع هذه اللحظات في أول أيام مهرجان ختام المرموم التراثي 2024. مقدمة الشوط تتقدم العنود عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هذه بلسل مبارك بن مطر بن حوير بن منصوري يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث تقدمت مزايا، تعود ملكيتها لفاضل بن عبد الله بن راشد الظاهري محتل المركز الثالث. المركز الرابع دخول من قبل زعفران أحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. المركز الخامس نشاهد الآن هذه طرابلس محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي يقدم طرابلس على المركز الخامس. المركز السادس شعار بن قناص يقدم لنا شقرة محمد بن حزمي بن قناص العامري. المركز السابع وصولا من قبل عهود سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي يقدم الخلاوي لنا هذا الانطلاق على المركز السادس. المركز السابع هنا وصلت قمة حامد بن سالم بن سلطان الجحافي في المركز السابع. المركز من دخول من قبل ميران لخليفة بن سعيد بن غفان اليابري يحتل المركز الثامن. المركز التاسع الآن في هذه اللحظات تتراجع سالم بن جابر بن جبران المري يتقدم للمركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه اللي وصلت الآن وها هي قرار سعيد بن سهيل بن سعيد أو سهيل بن سعيد بن سهيل الراشدي. هذه الأسماء اللي أمامكم مشاهدين الأعزاء هي من خاضت تجارب هذه الانطلاقة الختامية. عودة إلى المركز الأول بلجة 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 مسيطرة مبارك بن مطر بن حويرب المنصوري عدت الكيلوين عدت الكيلوين وراحت مع المقدمة. شقرة تحتل المركز الثاني، شقرة في المركز الثاني محمد بن حزمي بن قناص العامري يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شعار بن سبعين يصل احمد بن عبد الله بن سبعين قدم الزعفران في هذه اللحظات. المركز الرابع اليحافي قادم مع وجود هذه قمه حامد بن سلطان اليحافي مشاهدينا الاعزاء يصل في المركز الرابع. بن جبران على المركز الخامس، الخامس هذه بلسه جابر بن جبران المري، جابر بن سالم بن جبران المري في المركز الخامس، بينما المركز السادس ميران خليفه بن سعيد بن غافان اليابري. ولكني بعود الى المقدمه، بعود الى بلش اللي مسيطره كل السيطرة على زمام الأمور. هذه بلشة أمامكم، بلشة مسيطرة متقدمة. يلا يا بن حويرب يا المنصوري مبارك بن مطر بن حويرب، ولكن شوف شقرة 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 بدأت الآن تغير. محمد بن الحزمي بن قناص العامري وزعفرانه قادمة، أحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، بينما الواصلة بلشة الأخرى بلشة جابر بن سالم بن فران أو جابر بن سالم بن جبران المري وصلت خذت المركز الثاني. بلشة وشقرة شقرة وبلشة الكيل والأخير واليحافي قادم، اليحافي قادم مع قمة حامد بن سالم بن سلطان اليحافي حل على المركز الثالث في هذه اللحظات. لكن بن جبران راح، بن جبران فل، بن جبران طار بالانتصار. هذه أمامكم بلشة 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 مشاهدين الأعزاء غيرت إلى المركز الأول. يا سلام يا بن جبران، يا سلام يا بن جبران على مقدمة الشوط. هذه اللي أمامكم تسير جابر بن سالم بن جبران المري اليحافي في المركز الثاني، اليحافي في المركز الثاني. المركز الثالث وصول من مطفية عزيز بن قشام بن سعيد المحرمي يتقدم عزيز في المركز الثالث، ولكن خلاص راح الانتصار للمرة الثانية. يا بن جبران يا بن جبران
في المركز الأول. هذه بلشة، هذه بلشة، جابر بن سالم بن جبران المري يسيطر، يتحكم بقيادة الشوط. اليحاف يحاول لكن الطريق ممهد أمام بلشة. بلشة واللحظات الأخيرة، شوط الختام والنقطة الثانية يضيفها بن جبران مشاهدينا الأعزاء في لقاء هذا اليوم، أول أيام مهرجان المرموم. تهانينا والناموس، سلام لأهالي الدوحة، سلام لأهالي الدوحة. لكن أهالي السلطنة قادمين. اليحافي، اليحافي، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يزلوب، يا سلام. ولكن بناخذ الفوتو فينش، ناخذ المركز الثالث مشاهدين الأعزاء. شراغة أحمد بن راشد القراع النعيمي في المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر أيضا كان رقمه متغطي. المركز الرابع، المركز الرابع هذه اللي وصلت العبور، هذا بن حارب بن مغير الخيالي. بينما نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، عودة إلى التوقيت، يا سلام. بالفعل اليحافي هو من استطاع أن يحلق في ناموس شوط الختام. هذه قمة مشاهدي الأعزاء. حامد بن سالم بن سلطان اليحافي، 5:51، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا اليحافي على الفوز والانتصار وكسب نقطة الختام. المركز الثاني هذه بلشة، جابر بن سالم بن جبران المري، 5:51، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث حضور من شعار القراع النعيمي، هذه بالفعل 5:53، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك شراغه احمد بن راشد القراع النعيمي، تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار. والكلمه الى الزميل عبد الله القليبي في ملخص سباق هذا المسار.